طبعا هو النجاح أو التميز يأتي من التساؤل الذي دائما نقوله: ما الذي يخدم مستهدفات العملية التعليمية والذي يجعل بإذن الله يساهم معنا في تحقيق أن تكون منظومة التعليم في المملكة من ضمن أفضل إن شاء الله 20 نظام تعليمي حول العالم. واليوم الوزارة كما صرحت سابقا كنا تبني قراراتها على دراسات بحثية متأنية وأيضا عميقة، وبإذن الله تستفيد من نتائجها بما يسهم في وجود تطوير حقيقي وعميق للمنظومة التعليمية. اليوم الوزارة تعمل طبعا بشكل مستمر مع مختلف من الشركاء والجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، سواء زملاء المعلمين أو أبناء الطلاب، في القياس المناسب وأيهما أفضل العملية التعليمية. واليوم أعلن بأنه العام 1446 سيكون بنظام الفصول الثلاثة، وإن شاء الله بعد الدراسة التي أعلنت عنها الوزارة سابقا بنهاية العام الدراسي 1446 سيتم تحديد النظام الأنسب للأعوام إن شاء الله الأربعة المتبقية.